وقفت غرفة طوارئ درئة أثار الخريف في اجتماعها اليوم برئاسة الطيب الشيخ الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، وقفت على الأعمال التي تمت لتقديم العون للمتأثرين بسيول بمنطقة شرق النيل. وبدأت الغرفة في استلام الدعم المقدم للطوارئ، وهي عبارة عن آليات ذات مهام مختلفة. فيما أعلن اللواء عبد الخالق بدوي قائد المنطقة العسكرية المركزية أن هيئة الأركان بالقوات المسلحة ظلت في حال انعقاد دائم منذ اليوم الأول للعيد من أجل تقييم الموقف وحجم الأضرار بشرق النيل. وتم إرسال قوة من سلاح المهندسين بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان، قامت بفتح المصارف وتوجيه المياه نحو مصباتها. وتواصلت اليوم عمليات الدعم بتوفير معاناة للمتضررين، وهي معدات إيواء وخيام ومشمعات ومواد غذائية تم تسليمها بالمواقع المتأثرة. لقد تم توفير معينات كبيرة جدا من أجل مساعدة المتضررين من جراء هذه الأمطار والسيول، متمثلة في معدات إيواء خيام ومجمعات بالإضافة إلى مواد غذائية. أيضا تم تدشين عدد 10 عربة قلاب كبير جدا 18 متر من أجل عمل تتريس للمنطقة وتحوير المياه لتصوب في النيل، بالإضافة إلى تجهيز مصاطب لنصب الخيام الخاصة بالمواطنين الذين تضرروا من جراء هذه الأمطار.